السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مقارنة بين البريكس وبين البيم سينك. هما الاثنين عبارة عن بلاتفورم بينسقوا الشغل. البريكس هتلاقي ان هو تركيزه او المين وورك فلو هو البروجكت مانجمنت، بينما البيم سينك هو كاتب لك كلمة بيم بيركز على البيم كوردينيشن. التاسك مانجمنت موجود في الاثنين، التيم مانجمنت موجود في الاثنين، الثري دي فيور مش موجود في البريكس. البيم سوفت وير انتجريشن يعني في تكامل مع البيم سوفت وير، وفي اديتس وفي حاجات ممكن تسطبها جوه برنامج البيم يقدر يرفع الملفات اوتوماتيك على البيم سينك، مش موجود في البريكس، موجود في البيم سينك. في حاجات خاصة بالاجايل زي الكامبين بورد موجودة في البريكس مش موجودة في البيم سينك. الرود ماب موجود في البريكس مش موجود في البيم سينك. الاجايل بروجكت مانجمنت في البريكس مش في البيم سينك. ان شاء الله كل واحده من دول هنتكلم عنها بالتفصيل على قناه بيم اربيا. تابعونا.